مساء الخير. تفاح الأرض أو البابونج نبتة أصلى من منطقة البلطيق، استخدموها الإنجليز من 400 سنة لتخفيف وجع الرأس وقبلون اليونان. وبينزرع البابونج بمناخ مشمس وأرض جافة وبفصل الخريف والربيع. وعودة للطقس لبكرة بلبنان، غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة. وهلأ منبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا تحديدا لعكار حيث عم بتسجل. إذا عكار 13، طرابلس 27، جبال 25، ومن بعدها بننتقل لبيروت 25 وصيدا 25، والطقس عم بيكون غائم جزئيا. بنت جبال 21، نبطية ايضا 21، برمنا 25، ومن بعدها بعلبك 17، واخيرا بنوصل للهرمل 22. الرطوبة بتتراوح بين 45 و70 بالمية، حرارة سطح المية 25 درجة، وسرعة الريح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، وريحية شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا أنا وياكم. الليلة بتوصل لل 17، بكرة بين 17 و30، ونهار الأربعاء بين 17 و29. وهلأ ومثل العادي بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الكويت 24، بغداد 21، دمشق 19، ومن بعدها منروح للقاهرة 25، طرابلس 21، وأخيرا نوصل لروما 14 وبرلين 4. وهيدا كان جونا، خليكم لجو الأخبار.